أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى استمرار تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية ومواصلة تبادل الخبرات والتجارب في المجال التشريعي، مشيدا بعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين والتي تحظى بدعم كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ونظيره فخامة رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، من أجل مزيد من النماء بما يحقق للبلدين الصديقين تقدما وازدهارا في شتى المجالات. جاء ذلك خلال استقبال معاليه وفدا من مجلس الدوما بجمهورية روسيا الاتحادية برئاسة سعادة السيد يفغاني بريماكوف عضو لجنة الشؤون الدولية ونائب رئيس المجموعة البرلمانية الداخلية بالمجلس بمناسبة زيارتهم للمملكة، حيث أشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن المستويات العالية التي وصلت إليها العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تبعث على الفخر والاعتزاز، خصوصا في مجال العمل التشريعي ومجالات التعليم والاقتصاد والاستثمار والسياحة والتبادل التجاري بين البلدين، منوها معاليه بالدور الذي يقوم به مجلس الدوما الروسي في تنظيم وعقد مختلف اللقاءات والاجتماعات بين المجالس التشريعية والبرلمانات في العالم. من جانبه أعرب وفد مجلس الدوما بروسيا الاتحادية عن فخره واعتزازه بما تشهده العلاقات البحرينية الروسية من نمو مضطرد في مختلف المجالات، وهو ما يتزامن مع حرص وإرادة حقيقية من قيادتي البلدين الصديقين لتوسيع آفاق التعاون المشترك في قطاعات حيوية وواعدة.